مساء الخير يا جميع الطلبة والطالبات، أهلا بكم وسهلا. مرحب بكم في قناتي، قناة ستاديوز مستر محمد على اليوتيوب. والنهاردة إن شاء الله معانا محافظة القاهرة الصف الثاني الإعدادي. هنحل مع بعض المحافظة ونشوف طريقة الإجابة. السؤال الأول هو ببساطة listening. المستر أو الميس بتقرأ paragraph وحضرتك بتكتب الاختيار الصح من خلال الاستماع أو حسن الاستماع للكلام المس. السؤال الثاني عندي هو سؤال الدايلوج. ندى is telling إيمان what she did last weekend. يعني ندى بتخبر إيمان ماذا هي فعلت في أجازة نهاية الأسبوع الماضي. فإيمان بتقول لها what did you do last weekend، ماذا فعلت في نهاية الأسبوع؟ الإجابة I played لعبت video games، لعبت ألعاب فيديو أو بلاي ستيشن يعني، with my brother مع أخي. فبتقول هنا هل أخوك love video games؟ هتقولي له هنا yes he does، أيوة هو بيحب. we play them at home، يبقى where أين did you أنتم play them، لعبتوا الفيديو جيمز فين؟ Did you enjoy playing؟ Yes، أيوة. We did، أيوة إحنا استمتعنا. Yes، you can come and play with us، يبقى هتعملي مع us. Can I come with you؟ ممكن أنا أجي معاكم. تمام. 11 years year old Dina عندها 11 سنة. Visited أزو، زارت حديقة الحيوان last year يعني العام الماضي. There was a man، كان يوجد رجل، with a hat يحمل قبعة أو يرتدي قبعة، watching some gorillas ويشاهد بعض الغوريلا. Gorillas are big وحجمهم كبير، and strong وأقوية، animals. When the wind blew، عندما هبت الرياح، the man's hat fell down، وقعت من الراجل الطاقية بتاعته. In front of the gorilla's cage، أمام قفص الغوريلا. The man climbed down to get it، فالراجل انحنى علشان يحصل على الهات أو القبعة. One of the gorillas put its hand outside the cage، ففي واحدة من الغوريلا وضعت يدها خارج القفص، فبالتالي توجد his hat، ففي منافسة على الطاقية أو على الهات ما بين الراجل والغوريلا. But the gorilla didn't take the hat، لكن ما قدرتش الغوريلا تاخد الهات، القبعة يعني. It caught the man by his arm، وللأسف مسكت الراجل من دراعه. The man was very frightened، الراجل بالتالي كان خايف. When Dina saw this، لما دينا شافت كده، she climbed down to help، نزلت عشان تساعد الراجل. She was carrying a bag، وكانت تحمل شنطة. And she hit the gorilla، وضربت الغوريلا on its head، على رأسها. When Dina did this، لما عملت كده دينا، the gorilla dropped the man's arm، وقع منها وقع دراع الراجل من ايدها. And the man was safe again، بقى في امان. The man thanked Dina، شكرها. And gave her chocolate، وعطاها شوكولاتة، which he bought for his daughter، اللي كان شاريها لبنته. الغوريلا، ذا غوريلا is kind of a، نوع من الـ a، هتبقى الغوريلا
نقدر نقول عليها المونكي أقرب حاجة. دينا إز أ إيه تبقى هيلبفول، يعني دينا كانت متعاونة. The underlined it لما قال its head كان مقصود بيها الغوريلا. What is the best title of the passage؟ دينا saves بتنقذ man's life حياة الرجل، أو أي عنوان مناسب لهذه القطعة. Why did the hat fall down؟ هي ليه وقعت؟ Because لأن the wind الرياح blew هبت. كيف دينا سارت الراجل؟ هنقول هنا she was، يعني نقصد هنا بدينا carrying a bag and hit وضربت the gorillas on its head على رأسها. نيجي للتشوز بعد كده يا جماعة، ايه هو المكان where people الناس بتذهب when they go do something wrong؟ البرايزون السجن. We have a beautiful A on the floor in front of the living room، تبقى كاربت لأن دي اللي بتتحط على الأرضية. We need a computer engineer to A our computer، يصلح repair. To be A is to be happy about the good things، تبقى in your life grateful، ودي معناها شكل جميل. I will have a A for a new job، تبقى interview أو interview مقابلة شخصية. تمام، مين هو الشخص اللي بيشتغل for no money؟ الفولونتير المتبرع. I usually A my baby sister when my parents are away، look after يعتني بي. She A a sports car never drives. Thank you very much for your email which، عشان which تأودع الأخير عاقل. وآخر واحدة your friend is ready، friend is جامع هتبقى where، عشان هنا في last الماضي. نيجي لأسئلة الجرامر مع حضراتكم. في هنا yesterday ببساطة مش هحط ايدي في نهاية الفعل. The cat is sitting in the sun هتبقى happily عشان ده adverb. You touch يبقى mustn't عشان ده تحذير. While he was taking عشان ده past continuous.